المنصة مع محمد العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي من تستمعون إلى الموجة السعودية ألف ألف أف أم، أنتم الآن في المنصة، في المنصة حيث كرة القدم الحقيقية. راح أكون معكم أنا محمد العمري من الأحد وحتى الأربعاء في العاشرة مساء للحديث عن أبرز أحداث كرة القدم المحلية والعالمية. وللتواصل معنا عبر البرنامج وسائل التواصل هي كالتالي: الهاتف بإمكانكم الاتصال علينا على 011-217-8585 012-616-1102، أو رسالة باسمك ورقم جوالك وحنا راح نتصل عليك على STC 851-040 زين 701-313 موبايلي 66-301. أيضا بإمكانكم الدخول إلى حساب الإذاعة في تويتر @ألف ألف FM، ابحث عن إعلان الحلقة وبإمكانكم كتابة أسئلتكم واستفساراتكم في خانة التعليقات وراح نجاوب عليها بإذن الله مع ضيوفنا في الحلقة. ويسرني أن أرحب بضيفي اليوم في الحلقة. معي في الاستوديو الأستاذ الإعلامي اللي شرفني للمرة الثانية أحمد العرياني. أستاذ أحمد، أسعد الله مساك وشاكر لك تواجدك معنا في المنصة. أسعد الله مساك زميل محمد، ومساء الخير على السادة المستمعين لإذاعة ألف ألف، وإن شاء الله يعني نقدم اليوم حلقة تليق بذائقتهم. وعبر الهاتف للمرة الأولى يشرفنا وينورنا في البرنامج الإعلامي الأستاذ خالد العمار. أستاذ خالد، تحياتي لك وشاكر لك قبول دعوتنا في المنصة. الله يحييك أخوي محمد، تشرف تواجدي معكم، تشرف الظهور في إذاعة ألف ألف FM والبرنامج الجميل والرائع اللي دائما يواكب الحدث الرياضي. طب خلينا نبدا معاك ما دام انت عدو المره يعني معنا في البرنامج. المنتخب السعودي اليوم انهى قبل يعني تقريبا ربع ساعه مباراته الوديه امام منتخب البرغواي بدون اهداف بنتيجه سلبيه، في اطار الاستعداد يعني استعداد لبطوله في ايام الفيفا واستعدادا لبطوله الخليج التي ستنطلق الاسبوع القادم باذن الله. خالد، المباراة إجمالا يعني قد يختلف على المباراة على اللاعبين على الأداء، ولكن إجمالا أنت كيف شفت المباراة؟ والله أنا أول شيء خلينا نتكلم إحنا من الجانب الإعدادي، وبشكل مباراة إعدادية ومهمة جدا يعني تسبق بطولة كأس الخليج، البطولة اللي للأسف ربما البعض في أصوات خافتة يعني يقلل من أهمية هذه البطولة، يقلل من حظوظ المنتخب السعودي في 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 الدخول بجدية واللعب بجدية لكسب هذه البطولة. لا شك أن يعني ما دام اللاعب، حتى ذكر فواز القرنية في تصريحه قبل قليل، يعني ما دام اللاعب يعني يحمل شعار المملكة العربية السعودية ويمثل منتخبه ويمثل الاهتمام اللي يعني تلقاه الرياضة من 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 القيادة الرشيدة، لابد أن نمثل منتخبنا خير تمثيل. حتى في المباريات الودية يعني إحنا اليوم إحنا شفنا تصريحات بعض اللاعبين أن إحنا ندخل مباراة ودية كأننا نلعبها مباراة بطولة، لأنك أنت جالس تمثل يعني شعار الوطن، جالس تمثل منتخب الوطن. فالمباريات هي تحتاج إلى 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 الروح أكثر من أنا خلينا أرجع لك شوية أخوي محمد في مباراة أوزبكستان مثلاً. أنا لو تسألني كيف انتصر المنتخب السعودي، لا جبتك انتصر المنتخب بالروح اللي كان يملكها اللاعبين داخل الملعب. يعني إحنا أنا بالنسبة لي ما كنت أشوف يعني خلينا نقول تكتيك فني واضح داخل المباراة، إلا أن الروح طغت ويعني أصبحت هي المحرك الرئيسي لفوز المنتخب السعودي أمام أوزبكستان. هذه الروح هي التي نحتاجها، يعني ما دام بعض إعلامنا أو بعض جماهيرنا يتكلم على أن هذه البطولة ليست مهمة أو أنها بطولة تعتبر ثانوية في البطولات اللي يطمح لها المنتخب السعودي، أنا أخالف هذا الأمر. حقيقة بطولة مهمة جدا، كسب هذه البطولة، البطولة الخليجية
يعني احنا جلسنا ممكن سنوات عديده ما كسب البطوله هذا المنتخب السعودي هذه البطوله. انا اشوف مباراه اليوم كانت اعداديه، كانت يعني استهلال مشوار البطوله الخليجيه، يعني والدليل على هذا ان المنتخب راح يشارك بالصف الاول في هذه البطوله، وسيتم ايقاف الجولتين من الدوري السعودي، فهذا يدل على ان هذه البطوله هي مبتغى كبير جدا للاتحاد السعودي اولا ولمدرب الفريق واللاعبين. ايضا خلينا نتكلم عن حضور جماهيري اليوم حقيقه، يعني في 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 اوقات الدراسه ويعني في 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 مباراه خلينا نقول ليست مباراه رسميه انما مباراه وديه يحضر الجماهير بهذا العدد هو يعني مبشر خير. واحنا ممكن تاخرت مباريات اللي تلعب في الرياض، يعني هي اغلب مباريات كانت تلعب في جده وفي القصيم، فانا اقول جمهور الرياض جمهور يعني متعطش الحضور. انا اتفق معك انه كان فيه اليوم ترغيب بالحضور من خلال فتح الحضور مجاني، ومن خلال ايضا اعطاء الجماهير يعني بعض الجوائز او سحب السحوبات على الجوائز، ولكن الجمهور المنتخب السعودي سيحضر وسيدعم الاخضر متى ما خففنا من التعصب اللي احنا جالسين نعيشه للاسف. يعني يطلع لك هاشتاج منتخب الهلال وهاشتاج منتخب النصر وهاشتاج يعني مثل هذه الأمور للأسف، يعني لا نعلم من يقود مثل هذه الهاشتاجات ولا نعلم من يضعها، ولكن تواجدها بيننا هي من يعني حقيقة تؤزم مشاركات المنتخب وتؤزمنا احنا كجمهور في 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 عطاء اللاعبين. يعني لما نتكلم عن لاعب يلعب لأجل لون كذا ولاعب يلعب لأجل فريق ولاعب، يعني خلونا يا جماعة يعني نركز شوية ونركز في المنتخب شوي، نركز في المنتخب شوي، نركز في المنتخب بالضبط، نركز في المنتخب. احنا جالسين يعني نأدي مهمة وطنية مهمة جدا، يعني بطولة كأس الخليج هذه لو حققها المنتخب السعودي تعتبر يعني دافع كبير جدا في 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 بطولة في بطولة كأس أمم آسيا وغير من البطولات. فخلونا يعني أنا أقول دعوة من هذا البرنامج وهذا المنبر أن نخفف التعصب وأن يعني نديب الألوان عندما يعني يلعب المنتخب السعودي بشعار الوطن والمنتخب السعودي. طيب أستاذ أحمد، الصراحة أنا جدا سعيد بالإيجابية اللي تحدث فيها الأستاذ خالد، يعني والنظرة الإيجابية للمباراة والتجربة إجبالا كإكسبيرينس أو تجربة للمنتخب. ممكن تحدثنا تحت يعني تحت الهواء وذكرت إنه في عامل أيضا مهم اللي هو كيمياء اللاعبين مع بعضهم كمشاركة لأول مرة. أنا يمكن شدني في المباراة قوة خط الدفاع، خط الدفاع اليوم والحراسة يعني كانوا في قمة تألقهم مهما تغير اللاعبين خصوص في خط الدفاع. صحيح، أتفق معك في هذه النقطة. يعني المنتخب اليوم بكل أمانة يعني مدرب المنتخب ريناد يعني كان أمامه فرصة كبيرة أنه يستدعي عدد من اللاعبين، يتيح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين يعني للوقوف على يعني مستويات بعض اللاعبين اللي حتى الإعلام أو حتى الجماهير في فترة سابقة وفي فترة قريبة طالب بأنه انضمامهم أو حتى لمنح الفرصة لهم. اليوم شاهدنا عدد من اللاعبين يدخلون التشكيلة لأول مرة، يعني نشوف هذه التشكيلة وهذه العناصر تلعب تقريبا لأول مرة مع بعض، والأمانة يعني انك تلعب مع منتخب البرغواي، منتخب كبير له تاريخ يعني عريق في يعني حتى في التصنيف هو يعني يعتبر يعني متقدم جدا، فبالتالي في تصوري انه لا أن اقول يعني إن تجربه ناجحه حتى لا يعني نبالغ فيه، لكن نقول انها تجربه موفقه من من في في, في هذه الفتره خصوصا قبل بطولة الخليج اللي حيشارك فيها المنتخب بكامل يعني عناصره أو حتى بالفريق الأول، يعني زي ما ذكر أمس رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه يعني المنتخب حيشارك بكل عناصره أو حتى بالفريق الأول. اليوم المدرب في اعتقادي إنه يعني شاهد عدد من اللاعبين اللي انضموا للتشكيلة تشكيلة المنتخب، وقف على مستوياتهم، منحهم الفرصة حتى في تغيير المراكز، شاهدنا بعض اللاعبين يلعب في غير سعود مركزهم. عبد الحميد علي اللجامي لما نزل في نهاية المباراة كان في مركز المحور، يعني حتى فراس البريكان لعب على مكان سالم الدوسري. صحيح، فهذه التغييرات يعني توضح وتؤكد أن المدرب
ما زال يستكشف اللاعبين، ما زال يعني يحتاج فرصة أكبر. إذا ما أردنا أن نبحث عن استقرار المنتخب السعودي في المرحلة القادمة، خصوصا يعني أنه يعني يشارك في تصفيات كأس العالم أو تصفيات المجمع، هي المجمع نهايات كأس آسيا 2023. يعني المدرب للأمانة يعني جالس يعمل ويشتغل. البعض انتقد مباراة أوزبكستان، العدم ويعني وجود أو ظهور المنتخب بالمستوى اللي كنا نطمح له، وزي ما قال الزميل خالد إنه حتى يعني اللاعبين في مباراة أوزبكستان ظهرت الروح العالية اللي فعلا جعلتنا نشعر إنه متى ما أراد اللاعب السعودي أن يستشعر المسؤولية فهو قادر أن يعدل النتيجة أو يقلب النتيجة حتى يحقق طموحنا كمتابعين وكجماهير وكعشاق لمنتخب يعني ننتظره من سنوات طويلة أن يعني يعني يذهب بعيدا في يعني في مثل هذه التصفيات أو حتى مستويات عالية أو من هذا القبيل. أنا أتفق مع زميل خالدي ما يتعلق بالمشاركة في بطولة الخليج. بطولة الخليج للأمانة ربما يعني التعاطي معها بهدوء نظرا لظروف المشاركة اللي سبقتها، وكان فيها بعض الأمور اللي صدرت في مؤخرا، لكن يعني أشوف إنه مشاركة المنتخب السعودي هي ليست مشاركة لمجرد المشاركة، لا، المنتخب السعودي الذاهب لهذه البطولة لكي ينافس على البطولة، لكي يثبت أن المنتخب السعودي الذي ذهب إلى كأس العالم 5 مرات، الذي حقق كأس العالم كأس آسيا 3 مرات، أو الذي حقق أيضا بطولة الخليج في مرات سابقة، هو قادر، هو ذاهب لكي يحقق هذه البطولة. لن يتواجد المنتخب السعودي لمجرد المشاركة. نعم يعني يسعدنا المشاركة مع أشقائنا الخليجيين في مثل هذه البطولة، ولكن المنتخب السعودي حتى لو يعني كان في نوع من الهدوء أو التعاطي الإعلامي الهادئ مع هذه البطولة، لكن نحن ذاهبون لكي نحققها بإذن الله. شوف أنا عندي وجهة نظر، رح أكون محامي الشيطان هذه المرة في الموضوع بطولة الخليج. الله يبعد عنا الشيطان. أنا دائما أحب أعاكس شوية ضيوفي. أنا عندي وجهة نظر تجاه بطولة الخليج والبطولة العربية، لا أراها الأولوية القصوى، ولكن هذه المرة بالذات أنا متحمس لها وأراها أولوية من الناحية الفنية للمنتخب، وحقول لك ليش وحقول لزميلي خالد ليش، بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم مستمعين الأعزاء ومكملين معكم في المنصة حيث كرة القدم الحقيقية. وأذكركم بأرقام الاتصال 011-21-75-85-012-61-61-0 الاسمس. أرقام الرسائل هي STC 85-10-40-0-7-01-313 موبايلي 66-3-1. وجدد الترحيب بضيفي الإعلاميان أحمد الإعرياني في الاستوديو وخالد العمار عبر الهاتف. أستاذ خالد، أنا قبل الفاصل ذكرت أنه أنا من النوع اللي يعني ماني بميال جدا لبطولة كأس الخليج والبطولات العربية، يعني يمكن أنا أحب الاحتكاك الأقوى شوي، ولكن أنا في هذه البطولة بالذات أنا أعتقد أنها، ودي أسمع رأيك في الموضوع ده، أن احتكاك ومحك قوي للمدرب هيرفي رينارد لتثبيت خططه
وتعويد اللاعبين على خططه، خصوصا انه المباريات القادمه والجوله القادمه جوله الاياب تبدا في شهر 3 2020. فما ادري ايش رايك انت في الموضوع هذا. انا اكمل على حديثك الممتع حقيقه اخوي محمد، فعلا انت صادق يعني كلامك وجيه في موضوع ان المدرب الان جاي يحضر قاره جديده ولاعب اسيوي مختلف تماما عن اللاعب اللي جالس تدربه مع منتخب المغرب، عن البطوله الافريقيه، عن اللاعب الاوروبي. انت جاي الان لاعب اسيوي، ينبغي على المدرب اولا ان يتعرف على نفسيه وطريقه اللاعب الاسيوي مختلفه كثير جدا. انا اعتبر الان المدرب يعني يتعرف على اللاعبين، خلينا نقول ما زال الى الان لم يخلق تجانس واضح بين اللاعبين. اليوم شفنا لاعبين شباب يعني اليوم تواجدوا، احاول ان يخلق بينهم شيئا من التنافس، حتى ان لا تستغرب ان ترى هذه الاسماء يعني في 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 بطوله الخليج. يعني كان في حقيقه رغبه من المدرب ان يتعرف على اللاعبين بصوره اكثر. حضور المدرب دائما في كل مباراه، يعني احنا على سبيل المثال احنا شفنا عبد المجيد الصوات مثلا تميز في اخر مباراتين مع فريقه. اي نعم، اليوم احنا شفناه جالس يلعب مع المنتخب السعودي. المنتخب السعودي الان مع 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 رينار ما جالس يعتمد على لاعبين مثلا لاعبين خبره او لاعبين، لا هو جالس يعني يتعرف على اللاعب الاجهز، اللاعب اللي جالس في المود يقدم مع ناديه انا راح العبه في المنتخب مباشره. وهذه فكره يعني حقيقة يعني نثني عليها المدرب، إضافة إلى أن المدرب يهتم في الجوانب الدفاعية والهجومية. إحنا حقيقة في المنتخب السعودي حتى الآن على ذكرى 2019، على ذكرى خلينا نقول في تصفيات أو في مشاركة في كأس العالم، يعني كان المنتخب السعودي يفتقد المهاجم الصريح، المهاجم الهداف. حتى الآن يعني إحنا جالسين ندعم المهاجم عبد الحمدان، ولكن حتى الآن المهاجم عبد الحمدان ليس بطموح الهجوم المنتخب السعودي. إحنا جالسين الآن في مرحلة إعداد منتخب، إحنا جالسين نشارك مشاركات مهمة جدا. فوجود المهاجم المهم اللي جالس يؤدي مع المنتخب ومهاجم رأس حربة صريح حتى الآن يعني المنتخب السعودي يفتقد حقيقة. أنا أعلم أن في مواهب صاعدة، في مواهب جالسة تقدم مثل عبد الحمدان، مثل هارون كمار اليوم شفناه في أكثر من هجمة، مثل عبد المجيد الصواط، مثل غيره من اللاعبين، ولكن يعني لا زال المهاجم يعني رقم حساس ومهم جدا في تواجد المنتخب السعودي. وهذا أخشى أن نفتقده في بطولة كأس الخليج اللي أنا أراها بطولة مثل ما ذكرت أخي محمد مهمة جدا في الإعداد وفي الثقة للاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري لتصفيات كأس آسيا وخوض كأس العالم. ولكن أبغى خلينا نتكلم عن المدرب هيرفي. حتى الآن يعني جالس هو يعني يوضح لنا أن مثل ما ذكرت لك أن الأجهز هو من سيتواجد اليوم في مباراة البرغواي. ترى لا ننسى أن البرغواي منتخب يعني منافس ومنتخب قوي قوي جسديا، يعني حتى أسلوب اللعب الجسدي كان جدا طاغي في المباراة، حتى أسلوب اللعب الجسدي وحتى اللعب خلينا نقول على التكتيك اللي جالس يفرض مدرب المنتخب البرغواي كان واضح جدا. أنا أعتبر صح اللي كان النتيجة أن يعني داخل على أرضك وبين جماهيرك أنك تلعب تقدم مباراة أقوى من كذا، ولكن نعيد أن اللاعبين اليوم كانوا لاعبين ما سبق أن خاضوا مباراة يعني في تجانس واضح مثل كذا. يعني خلينا نقول أو أوضح لك بصورة أكثر، من فترة ما لعب هذا المنتخب بالطريقة هذه، ما لعب بهؤلاء اللاعبين. فأنا أشوف أن خلق التنافس والتجانس بين اللاعبين في مثل هذه المباراة مهم، وأيضا وجود المعسكر اللي احنا ما بقى صار الاسبوع واحد مهم جدا ايضا للاعبين قبل خوض مباراة المنتخب الكويت، مباراة مهمة جدا يعني على المنتخب السعودي ان يقدم فيها على الاقل اداء مرضي. احنا نعلم ان الهلال بيشارك في البطولة الاسيوية في يوم 26 في النهائي في يوم 24، ومن هذا المنبر ندعو الله عز وجل ان يوفق ان شاء الله نادي الهلال السعودي في تحقيق هذه البطوله المهمه التي استعصت على الانديه وافتقدناها لسنوات عديده. وان شاء الله الهلال ان شاء الله يكون خير ممثل للوطن في هذه البطوله ويعود بالكاس الغاليه علينا جميعا. واعذرني في هذا المنبر او اسمح لي اني اتكلم عن الدعم اللي قدمت القيادة الحكيمة وقدم سمو ولي العهد الله يحفظه به. هذا دعم يعني دائم وغير مستغرب بأمانة، يعني حقيقة دعم غير مستغرب وعناية غير مستغربة. يعني القيادة الرياضية جالسة تعتني ليس فقط في مجال كرة القدم،
احنا كنا جالسين امس انا ومجموعه من الزملاء نتحدث حتى على مستوى الالعاب المختلفه وحتى على مستوى الرياضات المختلفه وحتى على مستوى الاستضافات الاحداث الرياضيه. يعني القياده الحكيمه جلسه تولي للرياضه وللشباب عنايه مهمه وفائقه وتدفع اموال لاجل ان شاء الله نكون دائما نحن في الحدث وان نمثل منتخبنا اول خير تمثيل وان نمثل انديتنا. وهذا اللي انا كنت اتكلم فيه العاتق او المهمه الكبيره جدا على اللاعبين في حال تمثيلهم للمنتخب السعودي سواء في مباريات ودية أو سواء في بطولات الخليج أو في غيره من البطولات. صحيح. يعني نعم. طيب أستاذ أحمد، البعض لا زال يعترض على جملة المدرب لا زال يتعرف على اللاعبين، يعني أكثر من شخص اعترض عليه يعني من الزملاء والهذا أنه لا خلاص إيش اللي يتعرف الآن، إحنا لنا داخلين على 10 جولات، يمكن تأجل الجولة 10 حتلعب نهاية الأسبوع والجولتين القادمة أجلت، ولكن خلاص يعني إيش اللي باقي يتعرف عليه؟ لا صحيح، يعني ممكن رأي البعض زي ما تقول، لكن في اعتقادي أنه يعني المدرب يعني هو جديد أصلا على على, على يعني على كرة القدم الخليجية والسعودية والآسيوية. يعني هو لما يتعرف على اللاعبين هو يعمل بشكل وفق منهجية هو يراها. لما نشاهد اليوم يستدعي تقريبا عدد كبير من اللاعبين في الفترة الأخيرة، استدعى أعتقد 7 لاعبين أو كذا ضمهم للتشكيلة اللي كانت موجودة في السابق. في اعتقادي انه قاعد يعني يثبت لنا يوم عن اخر انه يحتاج الى عناصر جديده، يحتاج انه يستكشف بعض اللاعبين في مستويات حتى في مراكز غير مراكزهم. اليوم شاهدنا ريناد صراحه بكل امانه، يعني أنا في وجهة نظري أعتبرها يعني خطوة إيجابية إنه خرج من دائرة 5 الكبار في اختيار العناصر. صح. من الهلال، الأهلي، الاتحاد، النصر، الشباب. اليوم شاهدنا السواط، من السواط شاهدنا أيضا موجود اللي هو المدافع من نادي التعاون طلال عبسي. طلال عبسي أيضا موجود. لجامي، على لجامي من الفتح. نعم. وربما يعني نشاهد مستقبلا بعض العناصر من أندية أخرى، من العدالة، من أبها، من ضمك، من يعني توسع الدائرة بالكامل. وهذا يعني يؤكد الكلام اللي نقول إنه المدرب يعني ما زال يستكشف، ما يحتاج فرصة أكبر لاستكشاف اللاعبين و معرفة التشكيلة المناسبة اللي يدخل فيها كل مباراة. بعض الأصوات اللي تقول إنه مثلاً إنه المدرب يعني أخذ فرصته كفاية، إنه يعني شاهد كم جولة، يعني شاهد تقريباً إحنا 9 جولات تقريباً. 9 جولات. نعم. فأنا في نظري على المدرب الجديد اللي لسه ما يعرف الكرة السعودية بشكل كبير أو حتى الدوري السعودي بشكل كبير، وحتى في ظل تواجد 7 لاعبين أجانب في كل نادي يشاركون، هو يحتاج حتى يعني مساعدينه أو هو يحضر التمارين أو يحضر حتى المباريات الودية اللي تقيمها الأندية في فترات التوقف. يعني نذهب أبعد من المباريات. صح. لأنه أنت بتشاهد تقريبا 4 أو إلى 5 لاعبين في كل فريق في المباراة، إذا ما لعب 6 أو 7 أجانب في كل مباراة. فبالتالي هو فرصة المشاهدة له من خلال التلفزيون أو من خلال المباراة حضورها يعني قليلة جدا. فبالتالي أنا أعتقد أنه ما زال يحتاج فرصة، وزي ما قلت أخ محمد أنه عندنا فترة كافية اللي هي فترة الإياب، حتى فترة الإياب هي فترة الإياب تقريبا ما بين 4 شهور. فبالتالي بعد 4 شهور ربما نتفق مع الأشخاص اللي يقول لك فترة كافية. لكن 9 جولات ليست كافية، أو حتى 2 أو 3 شهور لا بتكون كافية للمدرب إنه يتعرف على لاعبين لعبوا 9 مباريات فقط. فأنا في تصوري إنه زي ما قلت أنت وزي ما أكد الزميل خالد إنه مباريات في بطولة الخليج هي محك
لبعض اللاعبين، هي فرصة أيضا لبعض اللاعبين أنه يدخل في التشكيلة، التشكيلة الأساسية للمنتخب في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا. ودائما بطولة الخليج نعم تكشف لنا اللاعبين، تكشف لنا، تعطينا دفعة معنوية كبيرة للاعبين للأمانة، تعطي فرصة للاعب نعم. أنه يحفر اسمه في ذاكرة الجمهور. طيب. اسمح لي أستاذ أحمد وأستاذ خالد أنه يطلع فاصل وأكمل معاكم ومع مستمعينا في المنصة بعد الفاصل. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين معكم في المنصة وضيوفنا أحمد العرياني وخالد العمار، ومعي اتصال. قبل ما أبدأ في محاورنا خلنا نأخذ اتصال. فهد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يعافيك ويسلمك حبيبي، حياك الله. مازال معنا ولا راح؟ راح. طيب أستاذ خالد، خليني بس يعني يعني استنبط موضوع آخر من برضو كلهم راحوا. طيب كلهم راحوا، يرجع مرة ثانية ما في مشكلة. أستاذ أحمد خليني أبدأ معك في موضوع، طبعا عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أستاذ ياسر مسحل ظهر اليوم الاثنين اجتماع مع رئيس رابطة الدوري السعودي المحترفين مسلي المعمر ممثلي الأندية. الاجتماع شاهد الاتفاق مع رابطة الدوري السعودي وممثلي الأندية على ما يلي: إقامة الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان المحترفين في موعدها، مع تقديم موعد بداية مباراة النصر والوحدة للساعة 6:30، وتأجيل الجولتين 11 و12 أثناء مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج. طبعا إقامة الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين خلال كأس الخليج العربي في الفترة من 4-7 ديسمبر ودور 16 خلال شهر يناير، وانطلاق المعسكر المنتخب الأولمبي 15 ديسمبر، واللجنة المسابقات راح تعيد جدولة الجولات من 11 وحتى 15. الآن هذا الموسم الماضي استمر الدوري، يعني احنا لابد أن نطرح في بعض الأمور لابد أن نتكلم فيها، ولكن هي الطريقة التي نطرح فيها ونتحدث فيها هي المهمة. الموسم الماضي لابد أن نسأل السؤال هذا، أي إنسان يعني متابع لكرة القدم راح يسأل: لماذا لم يتوقف الدوري الموسم الماضي ولماذا توقف هذا الموسم؟ طيب خلينا أجاوب على سؤالك بشكل عكسي، يعني من لماذا توقف هذا الموسم. في اعتقادي أنه الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يوقف الدوري هذا الموسم أو هذه الجولات اللي بسبب مشاركة المنتخب في بطولة الخليج، إلا وفق دراسة مسبقة لإيقاف الدوري الموسم الماضي بسبب مشاركة المنتخب في بطولة نهائيات أمم آسيا. في اعتقادي أنه درسوا الموضوع في الاتحاد السعودي، شافوا إيش اللي كان السبب في الإيقاف، السلبيات اللي حدثت من الإيقاف، أيضا وجود المعنيين من بتوقف الدوري، أقصد الأندية، رؤساء الأندية موجودين سمعوا لوجهات نظرهم حول عملية استمرارية الدوري أو إيقافه، وبالتالي تم إيقاف الدوري بعد الاتفاق مع جميع الأندية ورابط الدوري المحترفين، وحتى تواجد هيئة الرياضة ممثلة في رئيس الهيئة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. أما في ما يتعلق بالموسم الماضي وإيقاف الدوري، في اعتقادي أنه شخصي أنه الاتحاد السعودي في تلك الفترة لم يوفق في هذا القرار،
يعني المباريات اللي لعبها المنتخب السعودي في بطولة آسيا كان بالإمكان إيقاف الدوري جولتين في البطولة، ومن ثم في حال تأهل المنتخب يتم تمديد إلى جولة أخرى. وشاهدنا حتى بعد ذلك تأجيل بعض المباريات، حتى بعد يعني بطولة آسيا تأجيل بعض المباريات أو من هذا القبيل بدخول بسبب البطولة العربية، مشاركة الأهلي، مشاركة الهلال في البطولة العربية في أدوار متقدمة، وحتى دخول المشاركة الآسيوية للأندية. صحيح. فبالتالي امتد الدوري حتى رمضان أو حتى منتصف شهر 7 بالميلادي. ففي في 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 تصوري إنه الإيقاف لم يكن موفق في الموسم الماضي، أقصد يعني استمرار الدوري لم يكن موفق في الموسم الماضي، أما هذا الموسم استفاد الاتحاد السعودي من السلبيات السابقة، و يعني جلس مع المعنيين، وفي اعتقاد إنه رؤساء الأندية أبدوا موافقتهم على القرار وتم إصداره. وشاهدنا الجميع يعني اليوم حتى كل الأندية ما كان فيها أي اعتراض من الأندية، سواء بالتصريح أو حتى بالتلميح أو حتى من خلال التويتر، كان موضوع جدا هادي، جدا هادي، والكل وافق لأنه تم الاجتماع معهم، مناقشتهم في المرئيات يعني في القرار. في اعتقاد الموسم الماضي لا، ما كان فيه يعني إجماع، وبالتالي تم الإصدار وأصبحت يعني فيها قرار يعني من الاتحاد السعودي مباشرة، واحتجت بعض الأندية على هذا القرار، ليس احتجاج بمعنى احتجاج مباشر، ولكن يعني من خلال حتى بعض التصريحات، يعني شاهدنا رؤساء أندية تكلموا وحتى مسؤولين في الأندية تكلموا على موضوع الإيقاف أو الاستمرار الدوري في تلك الفترة. طيب فهد رجع معانا قبل ما انتقل للأستاذ خالد. فهد السلام عليكم مرة ثانية. عليكم السلام مرة ثانية. حياك الله حبيبي، يا هلا وغلا. أخباركم طيبين؟ الله يبارك فيك حبيبي، تفضل. أوجه لكم التحية. الله يسلم. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور. والأمطار الرياض صراحة تنعنش صراحة كل اللي موجودين صراحة. أهم شيء إنك منعنش أنت بس. والله يجعل أمطار خير ورحمة. اللهم آمين. إن شاء الله إن على السعودية كلها إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم تفضل يا فهد. الموضوع الثاني أنتم تتكلمون عن المنتخب صح؟ صحيح، لازلنا في المنتخب. طيب أول شيء إن شاء الله أن الله يوفق منتخبنا إن شاء الله في القادم الاستحقاقات بإذن الله، ويوفق كل أنديتنا السعودية إن شاء الله يا رب إن شاء الله. بالنسبة للمنتخب أنا عندي بس ملاحظات بسيطة. تفضل. أتمنى استمرار المدرب فترة طويلة زي ما يصير في الدوريات الأوروبية والمنتخبات الأوروبية، وهذا سبب يعني من الأسباب غير المباشرة في النجاحات. الملاحظة الثانية، أتمنى التركيز على الملاعب اللي عندنا تكون جودتها عالية، وبناء ملاعب أكثر عشان يكون فيه يعني مخرجات أكثر وجودة عالية للعيبة. ملاحظة الثالثة اللي هي شح في اللعيبة السعوديين، أو بمعنى صح في الموهبة السعودية، افتقدناها كثير 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 مرة. لو ترجع الجيل مثلا التسعينات، أقرب جيل لي طبعا اللي حكت عنه جيل الطيبين، اي والله كان فيه يعني أسماء كثيرة يعني من الأندية، يعني زي خالد مسعد، التيماوي، سامي الجابر، ماجد عبد الله، يعني أسماء كثيرة كثيرة، ويوسف ثنيان، صالح النعيمة، محمد دعيع، يعني جيل مواهب يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كانوا يشيلون المنتخب على ظهورهم. صح. الحين في لعيبة صراحة ما أخفيك، بس إنه الموهبة، افتقدنا الموهبة وأسبابها كثير يعني، بس إنه زي ما قلت لك أهم شيء التركيز على الملاعب، يكون في جودة ملاعب، ويكون المدرب مستمر فترة طويلة. وفي ملاحظة اللي هي اللعيبة الأجانب صراحة، هو صراحة يعني كويس إنه قوى الدوري، خلوه كان 8 ورجعوا 7 يعني، بس الأفضل إنه يكون أكيد إذا تبغى دوري محترفين بيكون عدد لعيبة أجانب مفتوح، هذا في الدوريات العالمية يعني. صحيح. البريمير ليج وزي أي دوري ثاني. لكن أحب معلش بس أخذت من وقتكم كثير. تعال تفضل يا حبيبي، مستمتعين. أهم شيء اللاعب الأجنبي
يعني على الأقل على الأقل يكون مهاجم واحد مثلا، ما يكون مهاجمين. بعض الأندية تجيب مهاجمين، الحين والله صرنا نفتقد المهاجم اللي خلص صح. يعني صح. إلا فيه واحد اثنين صح، لكن كوفرة مهاجمين ما عاد فيه صراحة. يعني هذا السبب اللي يخلي عدم توفر المهاجم السعودي. طيب. أتمنى أن يكون يعني محترف واحد على الأقل في مركز الهجوم. يعطيك العافية فهد، الله يساعدنا في نشوف منتخب قوي بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك يا فهد. يعني بالذات آخر نقطة ذكرتها على عدد يعني يمكن تحديد المراكز أو تقنين المراكز، هذه نقطة جدا جميلة ممكن نتحدث فيها في حلقات أخرى. أخوي خالد، أستاذ أحمد ذكر ردة فعل الأندية تجاه عملية التأجيل كانت جدا هادية مقابل ردة الفعل التي حصلت الموسم الماضي. هل هذا معناه أنه هذا هو القرار الصحيح، أنه التأجيل هو أو إيقاف الدوري هو القرار الصحيح؟ أولا هو التأجيل أنا أرى أنه صحيح، ودائما ما يتخذ المنتخب السعودي وإدارات المنتخب الاتحاد السعودي في إيقاف الجولات اللي يشارك فيها المنتخب السعودي ومشاركات الرسمية هذا أمر طبيعي ويحدث كل العالم. نحن نؤمن لكن نحن نؤمن أن المنتخب السعودي أهم عندنا من الأندية ومن اللاعبين الأندية أن نمثل الوطن، فلا بد أننا يعني ما يعني يصدر منا يعني خلينا نقول ردات فعل غير جيدة على موضوع أن إيقاف الجولات، إضافة إلى أن الجولات هو في بدايتها الآن، وأصبح موضوع التوقف يعني عندنا شوية الموسم هذا خلاص صار عند البعض تبلد إحساس يعني في موضوع التوقف. كثير ما يتوقف الدوري السعودي في هذا الموسم، أنا ما أعرف وش تداعيات الإيقافات، يعني لها ظروف مختلفة مثل المشاركة في أيام الفيفا وفترات التوقف الموجودة. بس خالد ترى مو بس حنا اللي نشارك في أيام الفيفا، وعندنا بطولات قارية وأنديتنا عندها بطولات العالم كله. صح، بس ردات الفعل اخوي محمد اول كان فعلا مثل اتفق مع اخوي احمد، يعني اول كان في ردات فعل شويه في يعني تغريدات في تويتر وكلام اعلامي تشويش، الان اصبح الموضوع يعني احنا في اول منافسه وهذا ربما يمكن له دور ايضا. التوقف الان موجود، واضف الى ان التوقف بيكون اضافي الى الجوله، يعني احنا ما بعد استأنفت الجولات الى الان، فاحنا خلينا نقول زي تمديد فتره التوقف، يعني احنا الى الان ما بعد بدات الجوله، بتبدا العاشره والتاسعه اللي تبدا الاسبوع القادم، ثم بيكون في توقف بعدها. فانا اظن ان يعني بدايه الجولات، وخصوصا ان احنا عندنا الان اهتمام من القياده الرياضيه، واحنا تكلمنا اهتمام القياده الرشيده ومن الرياضه واهتمام بالمنتخب السعودي، فهذا الاهتمام بلا شك انه يعني لابد ان ندعمه ونسانده وان نكون خلفه. واظن يعني مثلا مشاركه المنتخب السعودي ولاعبي المنتخب في مباراه أوزبكستان، يعني واحنا نعرف مشاركه لاعبي الهلال كانت ضيقه المشاركه، لعبوا في مباراه الذهاب ولعبوا في أوزبكستان مباشره ذهبوا الى معسكرهم في اليابان، فمثل هذه الامور كان في تقبل واضح جدا، حتى احنا شاهدنا مستويات قدمها وتركيز ذهني لاعبي الهلال، ولم يعني ما سمعت اي امتعاض سواء من اعلام او من جماهير منتمين لنادي الهلال على سبيل المثال على موضوع ان ليش اللاعبين مثلا راحوا مع معسكر لأوزبكستان وليش بيكون في إرهاق، ما سمعنا مثل هذه الأمور، لأنه هذا خلاص الوضع الطبيعي اللاعب عليه ضغوط، هذا هو الوضع الطبيعي ممتاز، ولأن مشاركة المنتخب السعودي فوق كل أمر يعني صح. فمثل هذا الأمر هو اللي ما دعم يعني موضوع أنه كان في هدوء واضح جدا في تأجيل الجولة، وهذا الأمر المطلوب أن يكون كل شيء في مصلحة منتخبنا ورفع راية بلدنا في 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 سواء في المحافل الخارجية أو الداخلية، احنا سنقف معه وسندعمه مهما كانت نتائجه. وأنا أحتاج أطلع فاصل، فخلكم معايا ونطلع فاصل مستمعينا الأعزاء ونكمل معاكم في المنصة. ورجعنا لكم مستمعين الأعزاء ومكملين في حلقتنا اليوم في المنصة. ما شاء الله تبارك الله الحديث يعني تشعب وحديث ممتع مع الأخوان أحمد العرياني وخالد العمار. طبعا لم يتبقى لنا الكثير من الوقت، فالمحور الثاني اللي حابين نتكلم فيه راح أبدأ مع الأستاذ أحمد، موضوع الأهلي والجدل اللي حاصل والأمير منصور بن مشعل طالب بجمعية عمومية غير عادية. الوضع غريب، يعني أنا شخص أعمل في المجال الإداري يمكن لفترة طويلة، فغريب بالنسبة لي أنه يعني في التسلسل الإداري مشرف كرة القدم في الفريق يطلب عقد جمعية عمومية
للتصويت على إبعاد الرئيس. غريب ولا أنا يمكن أنا ما لها علاقة بالتسلسل الإداري، هو طلب الأمير منصور بن مشعل ليس بصفته مشرف على كرة القدم، هو بصفته عضو ذهبي ويمتلك عدد كبير من الأصوات، حتى ذكره في الخطاب أنه أكثر من 25% زائد واحد أو شيء زي كذا بناء على اللائحة، وأعتقد أنه الأمير منصور حتى يمتلك أكثر من ذلك. أنا أتفق معاك أنه الوضع في الأهلي يعني مش اليوم أو 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 خلال اليومين الماضي، الوضع في الأهلي يعني موضوع الـ 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 الانقسام اللي حدث يعني شاهدناه وظهر بعد مباراة أو بعد طلب الأمير منصور بن مشعل من رئيس النادي بإعلان إقالة السيد برانكو في تلك الفترة، فأصبح بينهم بعض النقاش واللي يتعلق بموضوع الشرط الجزائي، نظرا لأنه الكل يعرف في بند 7 في لائحة الجديدة اللي هو البند التضامني اللي هو رئيس النادي مسؤولية تضامنية، مسؤولية تضامنية نعم، فبالتالي هذه المسؤولية التضامنية تقع على عاتق مجلس الإدارة، مجلس الإدارة نعم، ممثلا في بالكامل الرئيس. ممثلا نعم. في الرئيس وحتى أعضاء مجلس الإدارة، يبدو ما كان في يعني تقارب بين الأمير منصور والأستاذ أحمد الصايغ في تلك الفترة. وأيضا بكل أمانة يعني شاهدنا بعض التصريحات في تلك الفترة سواء من الأمير منصور أو حتى من أحمد الصايغ، يعني الأول مرة تحدث في تاريخ، مش في تاريخ الأهلي فقط، حتى في تاريخ الأندية السعودية، يعني تراشق مشرف العام على كرة القدم في نادي مع رئيس النادي في نفس في الموسم في نفس وفي إعلام وفي في في قنوات وكذا، ف هنا بداية الشرارة وبداية المشكلة. يعني الكل يعرف انه الأمير منصور بن مشعل هو من احضر احمد الصايغ، هو من دعم او من زكاه او من دعمه. اليوم الأمير منصور بن مشعل إذا كان يعتقد أنه أحمد أو إدارة أحمد الصايغ ليست الإدارة المناسبة لإدارة الأهلي في هذه المرحلة، فهو من اختارها، هو من يتحمل جزء كبير نعم من المسؤولية، هو من يعني أبعد أو خلينا أقول يعني لم يقرب أو لم يعطي فرصة أو لم يستدعي أسماء يعني أهلوية حتى يختار أحمد الصايغ أو يزكي. أحمد الصايغ يعني في اعتقادي أنه يعني تعامل مع 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 الأمير منصور بن مشعل بشكل يعني يعتقد الأمير أنه غير مناسب في 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 إدارة الأمور. شاهدنا للأمانة يعني انقسام يعني واضح على مستوى الفريق الأهلاوي أو أقصد الأمير منصور. أتمنى أنه ما دام الأمير منصور طالب بجمعية عمومية إذا كان النظام وفق اللائحة يحق له لأنه ذلك، فأتمنى أنه تقام جمعية عمومية ومن ثم تطرح كل الأمور على طاولة. وأنا أنا صراحة أتمنى أن يتم حل الموضوع هذا وديا وخلف أسوار النادي. أنا يعني حواري معكم صراحة أستاذ خالد أستاذ أحمد لا يمل، ولكن الوقت دائما يسرقنا ووصلت لنهاية الحلقة. أستاذ خالد أنا جدا شاكر تواجدك ومستمتع بتواجدك معنا في الحلقة، وإن شاء الله هذه ما تكون آخر مرة. الله يسعدك محمد، لا بالعكس أنا سعيد أكثر تواجدي معكم، وخليني بعد استغل الفرصة اني يعني على السريع ندعو ان شاء الله للفريق الهلالي ان شاء الله
يعود إن شاء الله بالكامل بإذن الله. السابعة الهلال الآن جالس يمثل الوطن. أوصي إخواني الإعلاميين والجماهير الرياضية بشكل عام بدعم ممثل الوطن والعودة إن شاء الله رفع بإذن الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله من اليابان. أشكرك أشكرك جدا أستاذ خالد العمار أستاذ أحمد، أشكرك جدا أيضا على تواجدك معنا في في في, في الحلقة، وإن شاء الله نطمح لوجودك معنا في حلقات أخرى. شكرا للزميل محمد، شكرا للمخرج الجميل، وشكرا للزميل خالد، وأتمنى أنه كنا خفاف على المستمعين. وأنا أشكركم وأشكر كل مستمعينا الذين استمعوا لينا في المنصة، حتى ألتقيكم غدا في نفس الزمان والمكان، المنصة عبر أثير ألف ألف FM 10 مساء. أنا محمد العمري وأتمنى لكم ليلة سعيدة.